تعادل بطعم الفوز، ده واحد من الأوصاف اللي اتقالت كتير بعد طبعا نهاية مباراة الأمس بين الأهلي وسيمبا التنزاني. لكن هنرجع ونقول ألف مبروك للنادي الأهلي التأهل لنصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي. طبعا عندنا كلام كتير جدا يتعلق به هذا اللقاء، ماتش امبارح وباللي جاي ان شاء الله، وزي ما كنت بقول لكم في بدايه حلقات النهارده، اللي جاي اكيد مش سهل باي حال من الاحوال. عموما دي الموضوعات اللي هنتكلم فيها مع ضيفي اللي منورني النهارده، الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا استاذ. صباح الفل يا استاذ كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله بخير. حجم ودرجه رضاك عن ماتش امبارح بدايه كلام كده، نفتح بيه الكلام وندخل بعد كده مع حضرتك بالتفاصيل. لا يعني بالتاكيد مفيش رضا تقريبا، يعني هو ايه حضرتك بتقول التعادل بطعم الفوز، هو تعادل بطعم التاهل ولكن ليس بطعم الفوز، لان الاهلي ما حققش الفوز لا الذهاب ولا الاياب رغم افضليته على فكره في الذهاب والاياب. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا 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 في مسلسل اهدار فرص بقى بشكل رهيب، يعني يمكن في بدايه تولي كولر المسؤوليه الموسم بدايه الموسم الماضي كان العمليه بدات تقل شويه، كان موجود قبل كده موضوع العمليه بدات، لكن مع مارشين تحديدا دوري السوبر الافريقي، وكان قبلهم السوبر عفوا الدور الافريقي، وقبلهم ماتش السوبر الافريقي اللي كانت ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، الماتشات دي تحديدا بينت كم الفرص المهدره عند النادي الاهلي. ناس كتير شافت ان الماتشين دول بالتحديد، على ذكر بقى اتحاد العاصمه والماتش بتاع امبارح بالتحديد، حتى مش الذهاب الاياب، اقل يعني اقل تقييمات للاداره الفنيه في الماتشين ده. بالظبط، يعني لا هي مش اقل تقييمات، هي اسوء مباراه يمكن تحت للاهلي تحت اداره كولر مباراه الامس. طب بصراحه ايه السبب في ده في رايك؟ انا شايف ان هو مش مدرب قد ما هو لعيبه، اللعيبه نفسهم يعني مثلا انا عايز حد يقول لي ذنب كولر ايه في الفرصه مثلا اللي اهدرها، وحد تاني ممكن يقول لك طب ما هو الراجل عامل شغل نار طول الفتره اللي فاتت، ليه بنقول دلوقتي عليه كده؟ يعني ما انا بقول لحضرتك هي لعيبه اكتر شويه، يعني ايه مباراه الذهاب مثلا الشوط الاولاني اللي هو خلص 1-0 بهدف رضا سليم، الماتش يخلص 3-0، الشوط الاولاني ده يخلص 3-0 4-0 ده مستريح. بالظبط، امبارح كم فرص مهدر غريب جدا من بيرشتاي ومن كهربا من كل اللعيبه للامانه، عشان بس ما نلومش حد يعني والشحات وكل لكن وقفشه ملوش علاقه بمين كان كويس ومين كان وحش، لكن كم الفرص المهدر غريب خلى الناس تتكلم، بدات تتكلم تاني عن قصه المهاجم وموديست والكلام ده كله. يمكن السنه اللي فاتت كان جمهور النادي الاهلي او حتى السوشيال ميديا او حتى الاعلام كان بطل يتكلم على حته المهاجم السوبر في النادي الاهلي لما تالق، كان الثلاثي اللي كان سبب كبير في فوز النادي الاهلي ببطوله السنه اللي فاتت اللي هو الشحات وكهربا وبيرسي تاو، لما الثلاثه دول تالقوا في الهجوم نسوا الناس القصه دي. صحيح. السنه دي رجعت او مش السنه دي طبعا الماتشين الكلام رجع تاني، كم الفرص رهيب جدا مش هينفع. يمكن انا شايف ان المباراه دي رغم التاهل الصعب للنادي الاهلي، انا شايف ان الماتش دي بمثابه انذار للنادي الاهلي اللي جاي ما فيهوش تهريج، البطوله اصلا بادئه من ربع النهائي ما فيهوش تهريج. وبعدين على فكره في ناس كتير شافت ان احنا كنا احسن في ماتش الذهاب اللي كان بره ارضنا عن ماتش الاياب اللي كان جوه ارضنا. بالظبط، ما هو ده بالمناسبه هيكون كمان اكتر في المباراه اللي جايه قدام سان داونز، لان انت ماتش سان داونز ايه الفرق بين الذهاب والعوده؟ انت الذهاب مسافر مره واحده لجوهانسبرج، لكن العوده هيكون مسافر الى جوهانسبرج وبعدين من جنوب افريقيا. أيوة. ومن جنوب افريقيا القاره، فده هيصعب عليك المهم اكتر. طب. بعكس فريق جنوب افريقيا الفريق سان داونز اللي اوريدي لعب امبارح على ارضه ومستنيك على ارضه. طبع. مش مسافر، فانت طبع. اللي مسافر فعندك ارهاق، وانتوا الاثنين هتسافروا كمان فده في ارهاق. فانا شايف النادي الاهلي يستغل الحته دي كويس جدا، لان في سمه مميزه في كل مباريات دوري الافريقي ان الارض لا تلعب مع اصحابها، يعني لو حصل كده واضح كده شكلها باستثناء ماتش واحد طبعا مازيمبي والترجي، وحتى برضه الارض لما تلعب مع اصحابها المباراه اصلا ما اقيمتش في الكونغو، اقيمت في تنزانيا. فانا شايف ان ايه ما فيش حد قدر يحقق الفوز على ارضه كلهم، ولا حتى يعني ما فيش حد كسب، يعني كلهم يا يخسر يا يتعادل يا يخسر يا يتعادل، ده اقصى حاجه. حتى طبعا زي ما قلنا مباراه مازيمبي ما كانتش اصلا في الكونغو اللي فاز فيها على الترجي. اعتقد ان الاهلي لازم يستغل الفرصه دي ويخلص المباراه من مباراه الذهاب، يعني اللي صعد الاهلي امبارح هو مباراه الذهاب، التعادل اللي هو الايجابي في الذهاب هو ده اللي صعد الاهلي، هو ده اللي سهل مهمه الوداد، ولا ده اللي سهل مهمه شفنا امبارح سان داونز تاهل بسبب مباراه الذهاب انه كسب مباراه 2-0 لكن اتعادل على ارضه كان ممكن يخسر. طبعا حتى لو خسر 1-0 كان برضه هيتاهل بسبب مباراه الذهاب. فاعتقد النادي الاهلي عليه ان يعني يستغل الفرصه دي ويتاهل من مباراه الذهاب ان شاء الله في سان داونز، لان يعني انت فرصتك الدوافع المفروض عندك اعلى شويه. في وسط الكلام حضرتك قلت بالغلط انيمبا
تمام. فعايزين نقف كده عند الواقعه اللي حصلت وفكره ان الطياره اللي كانوا راكبينها ما خدتش اذن بالهبوط في المطار وفي المقابل الجانب المغربي اكد على ان الاذن كان موجود بالفعل بعد استيفاء كافه الاوراق يعني الامور المطلوبه. فاستاذنك تعالى نعرف بقى الموضوع من المنبع ومن المصدر الرئيسي. احنا معانا على التليفون ومن المغرب الاستاذه حنان الشفاع الصحفيه المغربيه بموقع ميديا 90. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير استاذ كريم، صباح الخير لضيفك العزيز محمود لبلوم، صباح الخير لكل الاشقاء في مصر العزيزه. تحياتنا لحضرتك ولكل اهالينا وحبايبنا في المملكه المغربيه، وانت ست عارفين المحبه المتبادله من قديم الازل بين مصر والمغرب على الصعيدين الرسمي والشعبي بطبيعه الحال. عايزين نعرف من حضرتك ايه تفاصيل الواقعه اللي حصلت، لان كان في تضارب في الاقوال انجاز التعبير. الواقعة ابتدأها فريق إنين بن نيجيري ببيان رسمي أكد على أنه لم يحصل على ترخيص رسمي من السلطات المغربية لهبوط طائرته لنزول طائرته في مطار محمد الخامس لمواجهة الوداد المغربي برسم إياب ربع نهائي دوري سوبر ليج الأفريقي. رد الجامعة المغربية لكرة القدم أو الاتحاد المغربي لكرة القدم كان صريحا شافيا واضحا بأن فريق إينينبا لم يستخلف أو لم يستكمل جميع إجراءات الأوراق العادية الروتينية من أجل استقبال طائرته هنا بالمغرب. وكل تعرف دور المغرب الرياضي وكذلك مساهمته في تطوير إفريقيا وكذلك تقدم إفريقيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يضمن المغرب نزول طائرة لأي فريق أو منتخب شقيق يحضر للمغرب لمنازلة أحد الأندية أو المنتخب الوطني، أحد المنتخبات الوطنية. كان هناك لبس فقط لكي تنزل طائرة إينينبا بمطار محمد الخامس تصل إلى التراب المغربي، لابد من استخراج جميع الإجراءات القانونية، الأوراق القانونية. فريق إينينبا عللها بسوء الأحوال الجوية اللي عرفتها المملكة المغربية خلال اليومين المنصرمين، واللي بالفعل كان هناك اضطراب في الرحلات، ولكن الرحلات الداخلية وليس الخارجية. مرحبا دائما بالأشقاء الأفارقة في بلدهم المغرب، ودائما المغرب يحاول على أنه يبعث ذلك الدور الريادي من أجل أن تكون إفريقيا قوية وتكون يد واحدة. طب انا برضو عايز ادخل استاذ محسن معانا في الحوار حتى فرصه يصبح على حضرتك، واضح ان في صداقه ومعرفه سابقه. يعني هل من المنطق ان في بطوله كبيره بالشكل ده يبقى في النوع ده من الثغرات، ان هم لم يستوفوا الاوراق المطلوبه؟ هل ده منطقي؟ الاول طبعا بحيي زميلتي حنان من المغرب، وعايز اقول ان دي افريقيا، يعني هي دي افريقيا، الكلام ده بنشوفه في اي حته في العالم، هي دي افريقيا. يعني للاسف ما خدتش ثانيه عشان تتصدق، ما هي ده افريقيا، يعني هي الاجابه افريقيا طبعًا. يعني لان اللي بيحصل ده ما بيحصلش في اي حته ثانيه. وبعدين انا يعني رؤيتي للموضوع ان انيمبا عايز يطلع من، يعني مش عايز يسافر اساسا. ليه مش عايز يسافر؟ لان انيمبا من بين الفرق الثمانيه طبعا هو اتغلب على ارضه، الموضوع بالنسبه له تقريبا منتهي اكلينيكيا، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين هو اصلا ما كانش مشارك في البطوله، هو شارك بدل حوريه كوناكري الغيني، دي حاجه كمان. الحاجه الثالثه والمهمه ان الثمان فرق دول متاهلين الى دور المجموعات في دور ابطال افريقيا ما عدا انيمبا، ما خرجش بقى من دور ال 32، لا ده خرج من الدور التمهيدي، اتغلب من اهلي بنغازي، يعني هو اصلا مش موجود. طبعا هو كان فريق كبير، يعني فريق كبير. التصريحات اللي هم اطلقوها دي بس من باب الحفاظ يعني على ماء الوجه، يعني ماء الوجه يعني عايز يقول له خلاص يصعد الوداد وانت ما تروحش، يعني هو عايز يطلع من الموضوع. يعني ده استاذه حنان، على فكره عايز بس استغل كمان فرصه ان حضرتك منورانا النهارده من خلال التليفون. عايز اقول لك ان المغرب بيتم ذكره باستمرار في الفترة الأخيرة، ولا سيما في برنامجنا ده مقترنة دايما كل مرة بيتم فيها ذكره بالإشادة، لأن أنتوا الحقيقة على صعيد منظومة كرة القدم عموما عاملين شغل أكتر من ممتاز، بنهنيكوا عليه وبنحييكوا عليه. كريم والله تنتكلم معاك واستحضر ذكريات مونديال قطر وكيف قناه الاهلي ساندت المنتخب المغربي وساندت المغرب، وهذا غير غريب على قناه الاهلي وعلى الاعلام المصري وعلى مصر على مصر كلها. والاكيد كيف ما انا قلت لك في الاول، لا يمكن للمغرب ان يرفض استقبال طائره منتخب افريقي
في طريقه لمواجهة الوداد أو أي فريق مغربي أو أي منتخب مغربي. المغرب دائما يده ممدودة إلى 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 كل أشقاء الأفارقة من أجل إفريقيا قوية، من أجل إفريقيا تتطور. لا نتكلم عن الدول العربية، أكيد أن الدول العربية وصلت إلى ما نطمح له، ولكن إلى الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى كما قال محللنا الكبير الأستاذ فؤاد وهو خير العارفين، أن عفوا محسن، أن هذا كان تمثيل من فريق إنين با. فريق إنين با اللي ما عندوش يخسر، هو يعرف قوة فريق الوداد على أرضه، حتى ولو كان الوداد ينضم إلى كوكبة الفرق اللي تهزمت خارج الديار كان سيكون قويا بميدانه أمام جمهوره، وكان أكيد سيبحث بكل جدية وبكل وينافس بشرف على بطاقة المرور إلى نصف النهائي للتواجد جنب الأهلي المصري لتنهنئوا لمعطينا أول بطاقة عربية في دور النصف. الوداد حقق أول انتصار وكذلك أول هدف للمغرب في المسابقة الإفريقية الجديدة بواسطة العديد يحيى جبران. إلا بغيتي نتكلموا على الوداد فكر جديد، رفقة المدرب الجديد عادل الرمزي اللي تكون في الديار الهولندية لإيجاد فلسفة وفكر جديد تعتمد على الاستحواذ، الكرة الشاملة، الدفاع الهجومي وكذلك الدفاع والهجوم بصورة جماعية، فلسفة جديدة يحاول على أنه يطبقها في المغرب. والآن أعطى استقلام على الوداد خلال سلسلة النتائج الجيدة الإيجابية خلال المباريات الأخيرة. طب. كذلك من إيجابيات هذه الفلسفة الجديدة اللي حاول عادل الرمزي على أن يعطي بها هوية لفريق الوداد وكذلك لكرة القدم المغربية في أفق تطبيقها لملا إفريقيا، أول المتجاوبين مع فلسفة الشاب المدرب الشاب عادل رمزي هما الظهيرين الأيمن أيوب العبود الذي تمت المنادة عليه للمنتخب الوطني من طرف وليد الركراكي الذي كان مدربا للوداد، وكذلك الظهير الأيسر المونديال يحيى عطية الله الذي أبلى البلاء الحسن بمونديال قطر. كيف ما قلت لك زميلي كريم أن الوداد شرس على أرضه وكذلك بأسلحة المدرب الجديد عادل الرمزي لتستبدأ لجميع الحظوظ تكون في صالحه وكذلك التوفيق والتألق من أجل أن ينضاف بروفيل جديد لكرة القدم المغربية وكاريزما جديدة لمدرب جديد سيقول كلمته مستقبلا على غرار السلامي عموتة والآن عادل الرمزي. ويحسب للوداد أنه دائما يعطي الثقة للإطار المغربي من أجل التألق من أجل حصد النجاح. يعني الحقيقه يعني اختصارا للوقت، انتوا فعلا في الفتره الاخيره بصفه خاصه عاملين شغل اكتر من ممتاز، بنهنيكم عليه وبنحييكم عليه كمان مره، اصبحتم يعني فعلا مضرب للامثال وبنستشهد كتير بنجاح منظومه كره القدم المغربيه، ولا سيما في الفتره الاخيره. بنشكرك كل الشكر لوجودك معانا النهارده استاذه حنان الشفاعه الصحفيه المغربيه بموقع ميديا 90. حتى في البطولات الكبيره اللي زي كده بيبقى في مساحه برضو ان حد يفرقع تصريحات بس عشان يعمل تمويه وحاجات كده. لا ما هو انا زي ما قلت لحضرتك، هو انا قريت الموضوع، الكلام ده ما بيحصلش. وبعدين مش المغرب يعني قول مثلا اي دوله تانية مش عايز اسمي في افريقيا طبعا السمراء، لكن المغرب، لا المغرب هينظم كاس عالم، المغرب هينظم كاس امم افريقيا، المغرب هينظم كاس العالم للانديه اللي هو النسخه الكبيره في 2029. طبعا. المغرب اوريدي منظم كره القدم النسائيه حتى في المغرب كل حاجه فمش هيعرف يستضيفك انت يعني حاجه بالعقل يعني. لكن انا بس حابب اوضح ان الزميله كانت بتتكلم على نجاح المدرب الوطني مع الكره المغربيه، يمكن هي قالت وليد الركراكي في المنتخب المغربي. أيوة. وكان انجاز الوداد الاخير كان مع وليد الركراكي، انجاز الوداد في 2017 كان مع حسين عموته، كانت بتقول بس قبل ما الكلام يقطع يعني ايه، كان ودلوقتي موجود عادل رمزي، قبل منه كان فاندن بروك ما فشل مع فريق الوداد ورحل عنه، ودلوقتي موجود عادل رمزي. يمكن بتتكلم على جزئيه المدرب الوطني. أيوة. مع الفريق الوداد تحديدا، منه عناصر موجوده في المنتخب المغربي اللي حقق زي يحيى عطيه الله ويحيى جبران زي ما هي اتكلمت. لكن طبعا ارجع بقى للكلام، انيمبا هو الفريق الوحيد اللي كان يخسر مرتين يعني الفريق الوحيد اللي كان يخسر مرتين هو يعني هو فعلا هو عنده حق. طب يروح يعمل ايه؟ بس هو انا كان معاهم كان يعني يروح يلعب وخلاص. ما بالظبط كده يعني بيترو اتلتيكو تصريح وحاجات كده. بيترو اتلتيكو فريق محترم جدا، اتغلب على ارضه 2-0
وامبارح كان هو اللي كان افضل من صن داونز على ارضه. يمكن لو كانت النتيجه 1-0 كان ممكن يبقى في كلام تاني. يعني امبارح كلنا شفنا طبعا طرد في الدقيقه الثانيه من المباراه للمدافع صن داونز. بس لازم برضو يتحط في الاعتبار ان صن داونز كان بيلعبوا 10 لعيبه ابتداء من الدقيقه الثانيه، ما المفروض عندهم واحد يعني 10 طرد لاعب ما بيأثرش قوي. يعني كلنا شفنا حتى منتخب مصر ما يأثرش قوي لو في مراحل متقدمه من اللقاء، لكن من الدقيقه الثانيه يعني انت انت نازل تلعب الماتش كله ب 10 لعيب. بالمناسبه تعالى نقف شويه عند صن داونز. وصن داونز بعيدا عن الملابسات اللي حصلت في الماتش الاخراني ليهم، بس هم بشكل عام عندهم برضو شويه غيابات مش وحشه يعني كويس. المفروض نستفيد منها. لا والله حتى وان كان الموجودين برضو ما يقلوش الحقيقه. هم برازيل افريقيا. أيوة. ولكن هم بعيد عن منصات التتويج. يمكن حتى السنه اللي فاتت دايما بيبتدوا اي بطوله بقوه فظيعه وبعد كده تلاقي الدنيا بتريح شويه. بفريق هارلم اللي هو بتاع السله. أيوة. ده اللي كان استعراضي وجميل جدا في ما بياخدش مش بتاع بطولات يعني. يعني اللي كان يمكن حتى صحافه جنوب افريقيا كانت اتكلمت لما الاهلي خد البطوله من الوداد السنه اللي فاتت في دوري الابطال، وكتبت متى يهزم صن داونز النحس. هو مش نحس. هو انت بتستعرض في حاجات تانية مثلا ايه يعني. هو كل تاريخه في دوري الابطال مرتين صعد نهائي. أيوة. مره بطل ومره وصيف. طبعا. اهلي وزمالك قدام الاهلي وقدام الزمالك. لكن السنوات الاخيره بيتالق. السنه اللي فاتت شفناه كان بعبع تقريبا شمال افريقيا. كسب الاهلي. طب. كسب الشباب بلوزداد رايح جاي واربعه في الجزائر يعني حاجات وبعدين في الاخر بيخرج يعني ايه. رغم انه كان على فكره عامل ماتش قوي جدا قدام الوداد المغربي في نصف النهائي في المغرب. وكان مطرود منه اثنين لعيبه وكان بيهدد مرمى المنتخب الفريق الوداد. اتعادل 0-0 وتعادل على ارضه 2-2 لان هو تحس ان هو ما عندوش كم الخبرات وعنده لعيبه مميزه في كل المراكز. عشان كده الغيابات في وجهه نظري مش هتاثر قوي لان عنده لعيبه في كل المراكز كويسه جدا. طب بلاش التفصيله دي اذا كانت هتاثر ولا مش هتاثر. طب تفصيله ان هم خط الدفاع عندهم يتوقف عنده كده ونتامله وان شاء الله خير ولا ايه بالظبط يعني. هقول لحضرتك على حاجه. نرجع السنه اللي فاتت ماتشين الاهلي معاهم. ماتش الاهلي هنا في القاهره يعني لو كان الاهلي اصلا سجل ضربه الجزاء اعتقد كان محمد هاني اللي ضيعها مش فاكر كان مين. كان الاهلي كسب. لكن ما علينا من ده خلاص الموضوع انتهى. لكن مثلا شوف جون حسين الشحات اللي هو الجون الثاني بعد ما تقدم او تعادل الاهلي. كان هم تقدموا الاهلي تعادل بجون لمحمد عبد المنعم. وهتشوف الجون بتاع حسين الشحات قدر يخترق يعني زي السكينه في الجبن. أيوه. زي ما بيقولوا قدر يسجل جون وكان يقدر كتير النادي الاهلي. هم عندهم دفاعهم عفوا هجومهم قوي ودفاعهم وسط عندهم مش وحش. لكن الدفاع سيء جدا. انت لو قدرت تستغل الدفاع ده تقدر تسجل منه. مطلوب مننا ايه بقى؟ ان احنا نستغل المشكله دي اللي عندهم. ما تديلهمش المساحات في ضوء ان احنا عندنا ماتشين ورا بعض اخر ماتشين لينا. عندنا مشكله في الفينشينج رقم واحد. بس انت ما تديلهمش مساحات لان هم لعيبه مهاريه زي لعيبه سيمبا. يعني لعيبه سيمبا مش وحشين هم بس ما يفتقدوا الخبرات. لكن هم على المستوى المهاري لعيبه رائعه جدا. شفت بينقلوا كره كويس ولعيبه مهاريه بصراحه. طب. بكل امانه. لكن ده كان اختبار قوي للاهلي. قدام صن داونز لازم تامن دفاعيا. ما ينفعش تلعب قدام فريق مهاري ماتش مفتوح. انت سبب خسارتك ان انت المره اللي فاتت الخمسه دي 5-2 ان انت فتحت الملعب. لا ما ينفعش. ده ما ينفعش. واعتقد المباراه دي تحديدا هي اللي علمت كولر اللي بعدها قدر يحصد البطولات. اهي جات لك الفرصه تانية يا عم كولر تقدر تثبت تصحح خطاك في المباراه دي تحديدا. اكيد طبعا مفيش الهزائم الكبيره دي ان شاء الله مفيش الكلام ده كله. لكن تقدر انت من هناك تتاهل يعني. انت يعني طبعا. احنا كلنا شفنا كل الماتشات خلصت من مباراه الذهاب المباراه الاولى. الاهلي صعد المباراه الاولى. صن داونز صعد المباراه الاولى. طبعا. حتى الوداد الماتش ده يعني اصلا مش هيروح صعد المباراه الاولى. هي تبقى بس مباراه مازيمبي والترجي اللي فيها كلام. لكن مباراه الاهلي وصن داونز تخلص. دي مباراه ثانيه اللي تم تاجيلها. مش ما هي برضو نفس الكلام برضو. حصل شويه مشاكل في تاخروا في السفر فبرضو هيتلعب بدل الاربع الخميس. هي البطوله كلها فيها مشكله واحده بس تنظيم التوقيت. التوقيتات بتاعتها ضيقه جدا. يعني ايه العب في جنوب افريقيا يوم الاحد وفي القاهره يوم الاربعاء؟ ازاي تفصيله مهمه زي كده ما تترعاش في بطوله كبيره بالشكل ده؟ ما هم بيقلدوا افريقيا. مفترض ان هم بيقلدوا اوروبا. اوروبا يا جماعه انت بتلعب في ميلان زي مدريد زي روما كله بتركب ساعتين زمن بالقطر. مش بتعمل حساب حتى البنيه التحتيه في دول مثلا قطارات فيها بدايل. واصلا اوروبا ما فيهاش اصلا تاشيرات. القصه دي مش موجوده. فانت اوريدي يعني السبب المعلن يعني. أيوه. ان هو اصل الورق واصل التاشيرات واصل حتى الماتش لما اتنقل من ماتش مازيمبي والترجي لما اتنقل من الكونغو الى تنزانيا بسبب مش عارف المعدات ما دخلتش وكده مش هيبقى في نقل. كلام حاجات ما بتحصلش الا في افريقيا يعني. طب تقييمك للنسخه دي ايه عموما؟ هي لسه ما اتلعبتش اساسا عشان يعني مبدئيا كده انطباعاتك المبدئيه الاوليه. مش هنضحك على نفسنا. هي البطوله
الكاف او وتحديدا الفيفا بيعتبرها حقل تجارب، بيتعامل مع افريقيا انها حقل تجارب، عايز يهتم بالبطوله وينجحها ويعمل ان هي ناجحه قوي عشان يقول له اوروبا اهو، لان اوروبا طبعا رفضتها وانفانتينو ما قدرش يفتح بقه، لان اوروبا قاره قويه ما قدرش يتكلم، لان الاتحاد الاوروبي اليوفا وقف ضد الانديه، وانديه مين؟ ريال مدريد وبرشلونه وميلان واليوفنتوس الفطاحل بتاع اوروبا، ما قدرش يتكلم اصلا مع ان كانت الارقام رهيبه. لكن في افريقيا طبعا افريقيا قاره فقيره جدا، قاره الغلابه، عشان كده قدر يضحك حتى على الانديه الكبيره، ان يقول مثلا جوزها 100 مليون دولار، فبالتالي اهلا وسهلا الاهلي يشارك والزمالك والترجي والوداد والرجاء، وبعدين راح ايه منزل، لا يا جماعه من البطل بدل ما ياخد 11 مليون لا هياخد 2، وبعدين عدل شويه لا 4، وبعدين بدل 24 فريق لا 8، لا هو حقل تجارب افريقيا بالنسبه له، حقل تجارب، بدليل ان هو جايب بطوله في توقيت صعب جدا على الانديه، ارهاق رهيب جدا، يا رب الله يكون في عون اللعيبه. انا مثلا اخشى ما اخشى على النادي الاهلي في البطوله دي من الارهاق، يعني شوف طبعًا. شوف المباراه اللي مثلا علي معلول ما لعبش في المباراه الاولى ليه؟ عشان ما لحقش جاي من اليابان، يعني الكلام كله تهريج يعني. فاللي هم بيتعاملوا مع افريقيا انها حقل تجارب عشان البطوله دي. الوضع ده هيفضل مستمر لغايه امتى؟ الى الابد. الى الابد، لان ليه الى الابد؟ ليه ما فيش حد يضرب كرسي في الكولومب يرمي طوبه في المايه الراكده بحيث ان الملف ده يتهز شويه؟ الكاف رضيع الفيفا، الكاف اتحاد الافريقي لكره القدم رضيع الفيفا، بياخد من الفيفا، الفيفا بيوجهه زي ما هو عايز. ده حتى كان من من الهزل ان هو لما كان في انتخابات الكاف الاخيره ما عملهاش انتخابات، يعني الناس راحت تنتخب مع حد، ما كانش فيه صندوق وعمل اوراق ومش عارف وتصويت، خلاها ايه وزعها خلاص، انا داخل ضد مثلا الاستاذ كريم خلاص انت اتراضى هتاخد كذا، وانت ما بقاش في انتخابات، كل واحد يتراضى، انا اتنزلت وخدت كذا وانت ما بعملش انت يعني. انفانتينو بصراحه لعب عرس مارونيت بالقاره الافريقيه وما زال يلعب، وطبعا هو عنده حق، لان طبعا 54 صوت مهمين جدا، مهمين جدا جدا جدا، دي في الاصوات في العمليه الانتخابيه بيحتاجهم في اي حاجه هو عايز يوجهها، يعني مثلا مثلا عايزين نودي البطوله عند لدوله معينه خلاص، يبقى ال 54 كلهم على شكلة واحدة يعني. طيب. بعكس أوروبا، أوروبا مثلا 55 صوت، لكن ما فيش حد زي حد، ألمانيا غير إيطاليا غير، فكل واحد مع نفسه وكل واحد لرأيه، هو ما قدرش يتكلم في أوروبا. طيب. وأمريكا الجنوبية كلهم 10 أصوات، فيعني صباح الفل. لكن طيب. هو بيجي على مين؟ اسيا وافريقيا، وتحديدا افريقيا، اسيا برضو قاره غنيه، لكن افريقيا قاره فقيره، هي افقر قارات العالم، فبيعرف يتحكم خلاص، هو عارف الدنيا ماشيه ازاي، فبيعرف يتحكم فيها كويس جدا، فهو متحكم في رئيسها اللي هو موتسيبي، رغم انه راجل غني طبعا مش محتاج فلوس، لكن هو بيتحكم في القارات، فعشان كده القاره ماشيه زي ما بيحركها انفانتينو. هيستمر لحد امتى؟ هيستمر للابد، لان طالما هو نفسه مستمر لا مش او حتى لو جاء حد غيره، يعني حتى لو جاء اسيا قاره فقيره يعني ما بين الشمال والجنوب مش عارف 15 ساعة، وعشان تسافر مش عارف مين يومين سفر، ده ما بيحصلش في اي قاره في العالم الا في القاره الفقيره اللي هي قاره افريقيا. يعني انت بتروح الاهلي كان بيلعب في ساعات في اماكن كده ما تعرفش الناس دي فين اصلا، يعني تبع مين دي، فاضطر يسافر الاهلي مثلا عشان ينزل تحت، يسافر فرانكفورت مثلا في المانيا، وبعدين يطلع من هناك مش عارف يروح انجولا فيروح باريس لا كلام ما بيحصلش الا في افريقيا. كعباله جامد. بالظبط، ما بيحصلش الا في افريقيا. كولر احتاج او اضطر انه تاني يفتح الملف ويتكلم فيه اللي هو ملف التدوير. لان كان في ناس بتشيد جدا بالبند ده او التفصيله دي عنده، وفي الفتره الاخيره بقى في ناس عندها تحفظات على نفس البند اللي كانت بتشيد بيه زمان. لا انا مع كولر في التدوير. ليه؟ يعني مثلا امبارح هو كان تقريبا الناس كانت ضامنه ان هو هي يعني كده كده هتكسب وهتتاهل خلاص. فبالتالي قعد برضه قوه ضربه زي مثلا امام عاشور مثلا، مش مهم تبدا بيه. طبعا. مش مهم. هو الحمد لله ان الاهلي يعني فلت من الموضوع ومن الفخ بتاع سيمبا، كانت هتبقى مشكله كبيره، لكن هو يقدر يكسب اللعيبه دي، ويقدر لما ان شاء الله يعمل نتيجه كويسه باذن الله، باذن الله في ذهاب يوم الاحد الجاي ان شاء الله في سان داونز في جنوب افريقيا مع سان داونز، يقدر لو عمل نتيجه كويسه يقدر يريح تاني، لان الوقت. ايوه بس في ناس كتير قالت لك طب انت يعني فكره ان انت تدخر مجهودات بعض اللعيبه اللي هو القوه الضاربه عندك عشان الماتشات اللي بعد كده، مش مع الناس دي، مش وحش يعني كتفكير عام نوت باد هنقول، لكن انت لاقي نفسك ان انت خسران والوقت خلاص بيطير منك. ما هو خسران مش بسبب ان اللعيبه اللي جوه واللي بره افضل، لا بسبب اهدار الفرص اللي ملوش لازمه، يعني كان في اهدار يعني النادي الاهلي اصلا. بقى انقاذ ما يمكن انقاذه، ما هو كان لسه في وقت ما بدهاش يعني. ما انت امتى هتنزل بالقوه الضاربه بتاعتك دي؟ رؤيه البعض من الناس اللي تابعوا. لا ما هو في النهايه نجح، ما نقدرش، فبالتالي ما اقدرش اتكلم معاه يعني. هو في النهايه لو كان لا قدر الله مثلا 13 جون وخرج كنا نقدر نتكلم في الكلام ده، لكن هو حقق الهدف، هو اتاهل خلاص، حتى لو كان بالتعادل. بالمناسبه عشان الناس بس اللي بتزعل بتقول الاهلي ما كسبش وتعادل 2-2 ومش عارف هو. طب ما هو سيمبا
شرب من نفس الكاس اللي شربه لفريق باور دينامو زامبيا، لان هو كان في تاهل دور المجموعات في دور ابطال افريقيا لانه تعادل بره ارضه مع باور دينامو في زامبيا 2-2 وكان مغلوب على ارضه 1-0 وتعادل وتاهل. فهي هي يعني عشان بس ايه الناس بتتكلم ان سيمبا كان يستحق او في بعض الناس يعني لا ده كاس وداير شربوا منه شربوا باور دينامو والاهلي شربه له، فهي العمليه سجل بالظبط. فعشان كده لا انا مع كولر لانه في النهايه نجح، يعني في النهايه الهدف تحقق. انت النهارده لازم تدخر اللعيبه بتاعتك لان الوقت ضيق جدا، تحديدا بطوله الدوري الافريقي الوقت فيها ضيق. تخيل الاهلي يلعب يوم الاحد في جنوب افريقيا ويوم الاربعاء في القاهره، يعني يا رب ان شاء الله يوافق الكاف ان الاهلي ياجلها حتى يوم، يبقى يوم الخميس عشان يبقى في مساحه. طب هم لما يلعبوا في جنوب افريقيا يوم الاحد ويطلعوا بعد المباراه يوم بحاله سفر 7 ساعات، واعتقد خلاص الموضوع ده اتحسم وبقى الخميس على حد علمي، مش عارف مش عارف انا لسه لحد امبارح او يمكن في طي المناقشات ممكن تبقى الخميس لان اوريدي الكاف اجل مثلا ماتشات الاربعاء. هو المنطق يقول كمان اسبوع بس، طبعا هو يعني عشان ضغط المباراه يعني البطوله كلها في 20 يوم. ف وايه يعني الاهلي مش محظوظ في الحته دي، يعني النادي الاهلي يعني تخيل بقى العكس لو الاهلي مثلا المباراه دي الذهاب في القاهره كان يقدر يستعد كويس جدا الماتش عنده لحد وبعدين يسافر مع الفريق الجنوبي، لكن هو للاسف اتفهمت غلط، يعني قال لك ده من مصلحه الاهلي المباراه العوده في القاهره. لا تحديدا المباراه دي كان يبقى من مصلحه الاهلي العكس، لكن خلاص احنا بنتكلم في 10 ساعات طيران رايح وزيهم. ما انا بقول لحضرتك هو هيلعب يوم الاحد ماتش قوي جدا وضغط اعصابه قدام فريق قوي وهزمك نفسيا، يعني مش على الارض المعنوي، نفسيا انت مهزوم منه بسبب النتيجه الاخيره. فانت لما تلعب الماتش ضغط الاعصاب ده وتيجي طالع 10 ساعات سفر تصل تاني يوم الاثنين تريح الثلاث تلعب الاربع، طب ايه ده؟ يعني الموضوع بصراحه صعب جدا 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 جدا. الكاف طالما فرض البطوله دي كان المفروض يديها يعني متسع شويه يعني من الوقت يعني على الاقل اسبوع، لكن ما ينفعش كده من القاره كده. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، دي افريقيا يعني هنروح منها فين يعني؟ قافش حضرتك من افريقيا جدا. ما هي اصل ده حلنا، ده هو الحل يحزن الحقيقه، يعني الحل يحزن. وبعدين فكره ان وتحس وكان في تعمد يعني او تعسف متعمد، هو انا التعامل مع الملف الافريقي برمته. يعني عايز اقول لحضرتك على ايه الفايده من البطوله دي اساسا، يعني ايه الفايده؟ الكاف، انا بتكلم على الكاف. أيوة. انت دلوقتي الكاف ايه الفايده اللي انت عاملها من البطوله؟ ما انت عندك دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى، والبطوله الكونفدراليه البطولات زي اوروبا زي كل دول العالم. ايه بقى الفايده اللي راجع عليك انت يا كاف بطوله؟ ايه معناها يعني؟ ايه مثلا هل مؤهله مثلا كاس عالم الانديه؟ لا. طب ايه تصنيفها؟ ما تعرفش. شويه فلوس؟ طب ما ده اي بطوله وديه، ما الفلوس والمجهود على الاقل لا البطوله الوديه فلوسها اكتر، دعم بيه البطوله الافريقيه فعلا. حتى الامور الماديه اللي جايه منها البطوله الوديه فلوسها اكتر، يعني انت مع البطوله الوديه كاس. طب ما الكلام ده بيستهلك ويستنزف الفرق. بالظبط، ما هو كده، ما هو استهلك واستنفذ، يعني دول هيطلعوا من هنا يلعبوا دور المجموعات دور ابطال افريقيا كلهم مستنزفين. لا وبعدين بالنسبه حتى للعيبه عندنا، انت عندك كاسين مفتوحين على بعض، على نسخه حاليه من الدوري، على دوري ابطال افريقيا، على كاس العالم على مشاكل الاتحاد الكوره. احنا بنفرهد واحنا بنعدد بس البطولات اللي هيشاركوا فيها. بالظبط، الله يكرمك. انت مش عارف تكتب، يعني الناس اللي بتكتب في الصحافه بتكتب بتجيب من شرق الغرب، يعني هم وقاعدين يا ده في كاس ده وفي عندك لا، وكمان زودوها السوبر المصري بشكل جديد بدل ما ماتش باربع بقى ثلاث ماتشات مش يعني، وبقى بقى مده بقى تروح تلعب ماتش مثلا في الامارات. في كعبله كتير في كتير في كتير 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 زخم زخم. فده طبعا ايه الفايده منه مش عارف يعني. صحيح. على كل الاحوال انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده، نورتني وشرفتني، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. ويك اند سعيد على كل باذن الرحمن، وان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر يتجدد اللقاء ونلتقي على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.